تعالوا كلنا نقف مع بعض ونقضي وقت في الصلاة والعبادة. يلا نقف كلنا سوا، يلا نقول للرب جايين قدامك في فرصة جديدة. يلا كلنا إخوة وأخوات نقف مع بعض، واللي يحب وعنده استعداد وقدرة من الناس كمان اللي فوق الشباب الحلو اللي معانا يقدر يقف معانا علشان نصلي. يلا ارفع قلبك قدام الرب، قل له أنا في انتظارك يا رب، سمعني أخبارك، كلمني، تلامس معايا. قل له أنا جاي قدامك يا رب، غرضي أفرح بيك يا رب، أرتاح في محضرك يا رب. أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح، تلقاني أفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. عبيدي سلامي بحبه سلامي، شفاني يا
السلام. وخليني أتمنى فيه أشكرك إليك. لك كل المجد، لك كل الشكر. الرب حنان ورحيم، الرب طويل الروح، الرب كثير الرحمة، الرب صالح للكل. أنت صالح، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل، أنت صالح للكل. ومراحمك على كل أعمالك، في الشهور كان حنانك
لراحتك لراحتك يا سيدي كلامك ينيرني الطاهر وروحك يا سيدي نصيري يوعدني في وجهي كله أمين.
الرب يسمع لله، الرب يشرق لشفائي ويعطي نورا لضياء، فلا أبقى في الأرض بالفراقي اللي كان بطلينا وما
شفت الموت وتموت قدام الحياة أم ومنحنا غلبة ونصنا ولينا رجاء أصلا شفت الموت وتموت قدام الحياة أم ومنحنا غلبة ونصنا ولينا رجاء وتشجع الشخص. وفي كل مرة بنبعد فيها عن كلمة الله احنا بنضر انفسنا. اولا بتكلم على المستوى الشخصي، بتكلم على نفسي، ويمكن وانت بتشوفني على قناة الكارما انت بتضر نفسك. اولا كل شخص في الكتاب المقدس يحكي لنا عنه الكتاب ارتبط بكلمة الله، صارت كلمة الله مصدر نصرة ورد لنفسه. وكلمة الله هي الباقية الحية، كلمة الله هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف. أقول لكم حاجة عن اختبار، أعرف حد قريب مني قوي قوي، مؤمن حلو بيحب الرب، بقي بخاف الرب، حصل له حادث وتعرض أنه فقد الذاكرة بتاعته، نسي حتى أبوه وأمه وأخوه وأخته، بس ما نسيش كلمة الله. لما بسأله أو بقول له أنت فاكر الآية اللي بتقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، فبص لي كده يعني بقول إزاي أنت بتكلمني بالطريقة دي؟ قال لي طبعا. بقول لك نسي اسم أبوه وأمه وأخوه وأخته، بس كلمة الله هي الكلمة الحية الباقية إلى الأبد. اوعى تبعد عن كلمة الله. أنا بقول بشاور على نفسي قبل ما اشاور عليك، اوعى، أصل الكلمة منه مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام.
أنا وقاعد هنا مبارح بكيت والأخ شنودة بيوعظ، علشان حسيت أنه أنا أوقات بعمل زي إخوات يوسف، بدي مبررات لنفسي أني مش بقرأ الكلمة كويس. ياما زمان وبقول وأنا قلبي من جوه تايب وندمان، قعدت أوقات كتيرة قدام كلمة الله وهو ده كان الرصيد بتاعي. بس أنا بعترف قدامكم، يمكن قدام الشاشات، معرفش، يمكن تقولوا الكلام ده غلط يحصل على الهواء، أنا ما عدتش أقعد قدام كلمة الله زي الأول. عشان كده أوقات كتيرة لما بتعرض لضغوط بتهز. وأنا عايز أقول لك، طول ما أنت ماسك في الكلمة، الكلمة تمسك فيك وتشجعك، لأنه هو مكتوب من تعلق بي ونجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده، من طول الأيام أعمل إيه؟ أشبعه وأريه خلاصي. عايز تشوف خلاص الرب؟ اوعى تبعد عن كلمة الله. قلبي حزين على كل واحد اعتبر الكتاب المقدس زي أحجية يحطه في الصالون وقت أيام الأعياد، ينفضه كده ويبوسه أو يحطه تحت المخدة. إيه اللي احنا بنعمله ده؟ عايزين نرجع من تاني للكلمة. قولوا أمين. الكلمة منك مش أوهام، والوعد قلته مش أحلام. الكلمة هي اللي ثابتة. أنا مش ثابت والظروف مش ثابتة، الظروف متغيرة، لكن الوعد ثابت، فالوعد راس كالجبل. تعالوا نقول له جايين وواثقين انك حي موجود يا رب، بنترجاك. وانت على الشاشة قدامي قل له انا واثق انك حي قدام كل جبل عالي في حياتي. امين امين في اسم يسوع. يلا قول معايا الكلمات الحلوة دي. I'm
وقلبي مكتوب قدامك اسمك علي يا فدينا ليكي الملوك وجلالك ملوك حوالينا وقلبي مكتوب قدامك اسمك علي يا فدينا بالقمر لنا وقت للصلاة. نرنم ترنيمة رقم 3 في الورقة ألفها ولحنها أخونا صامو اللطيف، افتح أجواء السماويات، ترنيمة مخصوصة للمؤتمر. نقف كلنا مع بعض ونرنم الترنيمة دي وإحنا في استعداد لكلمة الله. افتح أجواء السماوية افتح علينا بالبركة تعال زورنا وأعلن فينا واسمع وصينا عجائب وأقول مرة تانية افتح أجواء السماوية افتح علينا بالبركة تعال زورنا وأعلن فينا واسمع وصينا عجائب وآيات اسمع وصينا عجائب وآيات حرر نفوسنا من كل القلوب ونلق عليها يا ربي ويسوب حرر نفوسنا من كل القيود ونلق عليها يا ربي ويسوب انت قدامنا راجع قلوبنا مستنيين المجد لينا يعود مستنيين المجد لينا يعود افتح أجواء السماوية وافتح علينا بالبركة تعالى زورنا واعلن فينا واسمع وصينا عجائب وآيات افتح أجواء السماوية وافتح علينا وتعالى زورنا واعلن فينا واسمع وصينا عجائب وآيات انت شفانا وحدك يا قدوس تعالى واشفي يا رب النفوس انت شفانا وحدك يا قدوس تعالى واشفي يا رب النفوس اشفي نفوسنا من الخطايا والقوة منك عادي يا رب ندوس والقوة منك عادي يا رب ندوس افتح أجواء السماوية وافتح علينا بالبركات وتعالى زورنا واعلن فينا واسمع وصينا عجائب وآيات افتح أجواء السماوية وافتح علينا تعالى زورنا واعلن فينا واسمع وصينا عجائب وآيات اعبر إلينا يا رب اعلنا احملنا ذلك والشر تعبنا اعبر إلينا يا
المخلص اسمك يسوع فيك الخلاص ارحمنا وخلصنا فيك الخلاص ارحمنا وخلصنا افتح ادوار السماوية وافتح علينا بالبركات وتعالى وصلنا واعمل فينا واسمع وصينا عجائب وآلات افتح ادوار السماوية وافتح علينا بالبركات وتعالى وصلنا واعمل فينا واسمع وصينا عجائب وآلات واسمع وصينا عجائب احنا واقفين كلنا للفوق حتى تعالوا نقف ونبدأ في الصلاة. هي دائما مهمة جدا ان الرب يهيئ قلوبنا لسماع كلمته كما هيئ عذراء الكاتب قلبه لسماع الشريعة. يا رب هيئ قلوبنا لسماع كلمتك. انا اطلب من اخونا الدكتور هاني منير يجي علشان يطلب بركة الرب على الكلمة في هذا الصباح. لكن كل واحد فينا انا اولكم وكلنا بنقول له تكلم يا رب عبدك سامع. ادينا طاعة ادينا خضوع ادينا يا رب ليونة مع كلمتك في هذا الصباح. يا رب بنشكرك لانه مش بالصدفة كل واحد موجود في المكان ده ولا في المؤتمر ده. بشكرك يا رب لأجل كل ترتيب لأجل كل شخص موجود في القاعة. بشكرك على كل كلمة يا رب قلتها لنا في الأربع أيام اللي فاتت. يا رب فعلا انت تقدر بروحك القدوس انك تشاور على نقاط الضعف في حياتنا. محتاجين يا رب فعلا نتوب عن أمور كتيرة جدا جدا في حياتنا. أنت عارف وأنت أدرى من أي حد تاني من أقرب الناس لينا. أنت عارف بالأمور اللي مالية حياتنا الأمور اللي منع البركة عن حياتنا. عشان كده يا رب بنقولك خلينا نتضع كلنا ونكشف قلوبنا وتفتح أبواب السماويات لينا يا رب من فضلك من فضلك وتدخل تعزياتنا ويكون كل واحد بيقول توب توبني ربي حتى أتوب. يا ربي الوقت اللي جاي بين إيديك النفوس والقلوب اللي بتسمع والملايين اللي قدام الفضائيات احنا لا نملك شيء والأمر يا ربي متروك لإيديك. كل نفس كل نفس يا رب وأولهم أنا محتاجين كلنا نتوب عن كل أمور في حياتنا مش بترضيك. يا رب من فضلك واثقين في نعمتك واثقين في محبتك واثقين في رحمتك إنك لا يمكن تمنع خير عننا أبدا وليك كل المجد. أمين أمين. شكرا يا دكتور هاني. نشكر رب يسوع لأجل حضوره الواضح وبنرحب مرة تاني وتالت ورابع بكل المشاهدين اللي بيشاهدونا على قناة الكرمة في هذا الاجتماع من العالم كله. احنا على كل الأقمار الصناعية للكرمة كذا في كرمة وكرمة بلس وكرمة نورث أمريكا وميدل إيست كلهم متجمعين الآن وبيشاهدونا. والناس اللي في نورث أمريكا صحيوا والناس اللي في استراليا صحيين وناس كتيرة بتسمع كلمة الله. برحب بيها ونشكر قناة الكرمة في آخر يوم في المؤتمر على أنها نقلت هذا الحدث على الهواء مباشرة. وبشكر بشكل خاص العاملين في قناة الكرمة وأخويا صامول الصفانوس وأختي منى. فرحان جدا نحييهم كمان وبعت لهم رسالة حب العاملين في الكرمة اللي بيسهروا دلوقتي الوقت لسه يمكن 4 الفجر صحيين بيساعدوا معنا. كمان بشكر رب جدا لان الموضوع اللي جاي موضوع ربنا اللي حطه في المؤتمر ومش عايز اخد وقت احكي لكم ازاي الرب وضع على قلوبنا الموضوع اللي جاي ده بالذات وهي توبة يوشيا او التوبة عن ترك الكتاب. وصلاتي الا تمر هذه الفرصة مرور كرام امين سواء عن اخواتنا اللي على الشاشات او احنا اللي حاضرين فوق وتحت. اشكر رب جدا لاجل الدكتور سامع عزيز اللي ترك مؤتمر جيب الطيران الفجر النهاردة ومسافر بعد الخدمة مباشرة بالطيران عنده خدمات لكنه أصر أنه يترك الخدمة دي وحد بداله النهاردة. والرب يباركه الدكتور سامع عزيز مش هعرفه بأي تعريفات ولا بخدمات لكن هقول أنه شخص يحب كلمة الله بجد. وأقول أنه واحد من أكتر الأشخاص اللي هو بيتكلم عن الكتاب المقدس بحب الكتاب أكتر وبحس أنه غايز. من كام شهر كان معانا في مؤتمر كنا كلنا كارزين بنكرز على المنبر حوالي 100 شخص وكلمنا عن الكتاب المقدس وطرق دراسته كلنا وقعنا يعني ترمينا على الأرض وقعدنا نبكي
لان معقول الكتاب حلو كده واحنا سايبينه وبنقول ان احنا خدام؟ فانا بصلي لاجل الدكتور سامح وزوجته واولاده، الرب يحفظهم امين، ونحييه مره تاني ونرحب بيه، وصلي ان كلام كل تاثير في قلوبنا. الأصحاح وطلعت إيه؟ آية. لكن كل الأصحاح بيقول إيه؟
مش واخد لبالي. طب الأصح ده ايه علاقته باللي قبله؟ مش واخد لبالي. وعلاقته باللي بعده؟ مش عارف. انا لقيت آية عجبتني في الأصح ده، وآية عجبتني في الأصح ده، وآية عجبتني، وفي الآخر لقطت ايه من مثلا سفر التكوين او سفر الخروج او يوشيا ما كانش بيلقط آيات. لا، يوشيا كان ماله؟ ها؟ فهم السفر ده بيقول ايه، واللي وراء ازاي مربوط بيه، واللي وراء ازاي مربوط بيه، واللي وراء ازاي مربوط بيه، للدرجة فهم نقطة خطيرة جدا في الكلمة. ايه؟ ان بيت الله له مركزية اساسية. بيت الله له مركزية اساسية. الرجل ده بدأ يتابع الكتاب، التكوين بيقول، الخروج بيقول، اللويين بيقول، العدد بيقول، و و و و هو بيكمل الأسفار، بدأ يفهم ان الأسفار دي عبارة عن سلسلة ايه؟ مترابطة، ولا دي حاجات مفككة؟ مترابطة. بصوا، هو الكلام ده للخدام بس، ولا الوعاظ بس، ولا كل المؤمنين؟ المؤمنين اللي مش هيدركوا ترابط الأسفار الإلهية مش هيفهموا فكرة الله. يبقى الله ماشي يمين وانت ماشي فين؟ في حتة تاني، وبعد شوية تلاقي نفسك ماشي في سكة تاني. يوشيا ما كانش كده. يوشيا فهم فكرة مركزية أساسية عن بيت الله. أقول لكم إيه اللي فهمه، أقول لكم إيه اللي فهمه الرجل ده، وإحنا لازم نفهمه، لازم نفهمه. بدأ يمشي في الأصفار من الأول، لقي سفر التكوين. ركزوا معي عشان بعد ما خلص هسمع عليكم. ليه؟ لأن الكلام بنقوله ده غالي قوي، ده أهم من أسامينا. كلمة الله دي أهم من إيه؟ أهم من أسامينا. زي ما كنا بنسمع عند أخ صمول، الكلمة الحية الملهى الباقية إلى الأبد، ولازم نحفظها ونفهمها. الرجل ده وهو بيقرأ في سفر التكوين اكتشف إن الله ملهوش بيت على الأرض. يبقى سفر التكوين إيه؟ الله ساكن على الأرض وما عندوش بيت، ما عندوش بيت، فيجي من السماء يقابل آدم، وبعد ما المقابلة تخلص يرجع السماء، يجي قابل إبراهيم، بعد كده يرجع السماء، ويجي قابل، ومرة مشي مع أخنوخ وكانوا أصحاب، ها؟ بيحكوا مع بعض كتير، وفي الآخر قالوا أخنوخ أنت تيجي تبيت معايا في بيتي النهاردة وبرجعك بكرة. طبعا أخنوخ قالوا مش هرجع. فخدوا فين؟ خدوا البيت فوق. طب ليه مش قاعد على الأرض؟ لأن ما عندوش بيت. سفر الخروج رح الله عمل حاجة مهولة جدا. ايه؟ اول مرة في تاريخ البشر، يا بخت البشر، الله جه وسكن فين؟ سكن في الارض، عملوا له بيت. عشان كده ايه خطورة سفر الخروج؟ نقدر نقول تأسيس بيت الله فين؟ على الارض. طب احنا يا رب ساكنين في خيام، وانا اله متواضع، انت فاكريني اله يعني متكبر؟ الله اله متكبر ولا متواضع؟ اله متواضع، مش كده؟ اعملوا لي خيمه. طب خيمته فين؟ في الوسط، ده مكانه، مش كده؟ وبعد كده طب ليه جاي يسكن على الارض؟ يا رب بلاش تسكن على الارض، دي الارض مالها؟ دي الارض وحشه وملعونه ومليانه نجاسه وحروب واكل وخناقات ومشاكل، حتى بين شعبك مليانين مشاكل. قال لا لا لا، لا هسكن. طب ليه؟ قال اصلا مش مكفيني 4-5 ساعات اجيهم من السماء، يجي من السماء يقعد على الارض. في سفر التكوين يقعد 4-5 ساعات وبعد كده يعمل ايه؟ يمشي. فماله مش مبسوط؟ ليه؟ عشان بيحب. عارفين اللي بيحب ماله يقعد معاك 4-5 ساعات ويمشي، ولا حابب ان يقعد معاك على طول؟ اللي بيحب، عارفين لما يكون اتنين مخطوبين مالهم؟ ها؟ يفضلوا ماشيين مع بعض على طول، بعد ما يسيبوا بعض فاكرين المخطوبين؟ ها؟ تليفون، وبعد التليفون يعني يسيبوه لما يقعوا من التعب، لكن ما يهدؤوش الا لما يتجوزوا. عايزين ايه؟ عارفين عايزين ايه؟ عايزين يسكنوا مع بعض. ليه؟ الشركة، الشركة
كلمة جميلة في رسالة يوحنا الأولى عن الشركة، الكلمة اسمها كوينونيكو في اليونانية، يعني نعمل كل حاجة مع بعض، نعمل كل حاجة مع بعض. فاللي بيحب عايز يعمل ايه؟ يسكن. فرح جي من السماء وأسس بيت على الأرض. ليه يا رب بتيجي من السماء وتسكن على الأرض؟ ده انت هتتعب كتير. يقول انا عارف هتعب كتير، بس اصل بحب شعبي. مش بس بحب شعبي، ده انا عايز من خلال شعبي اوصل لكل الناس، عايز خبر ان الله الحقيقي الحي اللي جه من السماء وسكن على الارض، عايز المؤابيين يسمعوا والعمونيين يسمعوا والصيدونيين يسمعوا، وعايز اللي ساكنين في ارام يسمعوا، وعايز 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 كل الناس تعرف. فرح جه سكن في وسط شعبه. ليه؟ بحب. عارفين الله يحب الناس جدا، يحب الناس جدا، فجي سكن وعايز يكون في شركة مع الشعب. طب دول حتى يا رب بالليل هيناموا، يقول برضو أبا فين؟ أبا ساكن وسطيهم هما نايمين. مرة قابلت دكتور زكريا زمان خالص، أول ما اتفرغت جديد للخدمة كنت في المنيا. مين عارف المنيا؟ كلكم عارفين المنيا في الصعيد. وكان خلصت خدمة وراجع، وتاني يوم عندي في أسيوط وانا ساكن في المنوفيه. فقلت لا، ارجع البيت المنوفيه اقعد مع مراتي وعيالي ايه ساعتين ثلاثه وارجع تاني على اسيوط. طبعا اللي يفكر بحاجه زي كده يبقى مالوق، يقول لك انت مجنون. فوانا طالع 6 الصبح من القطر كده ومعمش مش شايف، لقيت واحد خبطني من ورا. يطلع مين؟ دكتور زكريا. اتاري نفس القصه، ماله؟ راجع يقعد ساعتين ثلاثه في البيت، وبعد كده يعمل ايه؟ يرجع تاني على مسافة أبعد. وفهمت إن أنا مش لوحدي مجنون. بس ده مش جنان، ده إيه؟ إيه؟ الحب. ليه الله يجي من السماء يسكن وسطينا؟ الحب. عايز يكون في شركة ساعة ساعتين؟ أوعوا الاختراع اللي اخترعنا اللي اسمه الخلوة. عارفين اختراع الخلوة؟ اللي هو إيه؟ أصل أنا هروح أخش أوضتي أقرأ أصحاح، وبعد كده إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ خلصنا. يعني عملت اللي عليا. ده واحد مش فاهم حاجة خالص، دي واجب روحي بنعمله. إن إيه؟ خدت خلوتي. إذا كنت بتاخدها، أنا عارف إن الأغلبية مش بيعمل كده. أنا صح ولا غلطان؟ الأغلبية مش بيعمل كده. والأغلبية اللي بيعمل كده بيروح يقعد في أوضته نص ساعة ساعة نص ساعة، يعمل إيه؟ يقرأ له آيتين ثلاثة ولا أصحاح، وبعد كده إيه؟ الحمد لله أديت الواجب بتاعي. ضل الله جاي من السماء يسكن على الأرض علشان كده؟ لا، الله عايز إيه؟ شركة لمدة كام؟ 24 ساعة مستمرة. أنت تقصد أقعد 24 ساعة في الأوضة بتاعتي؟ لا، بس أقصد وانت قاعد قدام الكلمة قريت وحفظت حتة، أثناء النهار بتعمل ايه؟ عمالة تعمل ايه؟ تلهج في ناموسه نهارا وليلا. والله ماشي معاك، رايح الشغل معاك وبيحكي معاك في الآية الفلانية، وخلصت الشغلانة الفلانية وركبت الأوتوبيس راجع، ولا ركبت الميكروباص، ولا ركبت عربيتك، والشركة مالها مستمرة. وترجع يمكن تاخد لك كمان ربع ساعة نص ساعة، ولا يمكن تاخد لك حتى كمان زيادة. ويمكن يمكن 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 اللي بيحصل اليوم كله الله عايز ايه؟ 24 ساعة شركة شغالة. حتى وانت نايم، حتى وانت نايم، لان وانت نايم الكلمة ليها تأثير. هلوم في التثنية ان ايه؟ تحفظك لما تقوم، وحينما تذهب، وحين تنام. يا صدقوني ليها تأثير مهم حتى وانت نايم. على الأقل تصحى تفتح عينك كده على وشه الحلو، مش كده؟ اللي عايشين في الشركة كده أشبع إذا استيقظتوا شبع. اللي عايشين في الشركة كده، تمام؟ ده اللي حصل. سفر التكوين مش ساكن، سفر الخروج ماله؟ جه سكن وعايز يكون في شركة مع الشعب. راح أسس الله ثلاث أنظمة لحفظ الشركة. ممكن نقول الجملة دي؟ أسس الله كم نظام؟ ثلاث أنظمة. إيه هدفهم؟ حفظ الشركة مستمرة، حفظ الشركة مستمرة. وبدأ أول نظام يشتغل في سفر اللاويين، اسمه نظام إيه؟
الكهنوت. ايه فايدة نظام الكهنوت بتاع شعب اسرائيل ده؟ يتريس على الشعب؟ لا 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 لا، مش ده الهدف. ايه الهدف؟ ها الجملة اللي حفظناها ايه؟ حفظ شركة الله مع شعبه مستمرة. فواحد سقط، واحد اتخانق مع مراته، يروح جاب ذبيحة خطية وجاي عند مين؟ الكاهن. ايه دور الكاهن؟ يساعده على تقديم الذبيحة. ليه؟ عشان ينال غفران وترجع ايه الشركة بينه وبين الله. واحد اتخانق مع اخوه، واحد عمل كذا، واحد عمل كذا، او واحد ما اتخانقش، ده واحد جاي يعبد، جاي يسجد، يجيب ذبيحة، يجيب محرقة، يجيب ذبيحة سلامة، يجيب قربان دقيق، يجيب كل هدف نظام الكهنوت ايه؟ ها بيه الله ساكن فين؟ في البيت اللي هو خيمة الاجتماع. ساكن فين؟ حتة في قدس الأقداس. وايه دور نظام الكهنة الكبير ده؟ حفظ الشركة مالها مستمرة. وفضلت الأمور ماشية زي الفل. سفر لويين، سفر العدد، سفر التثنية، ها يشوع، الأمور ماشية زي الفل. الله ساكن في وسط الشعب والشركة مستمرة ونظام الكهنوت ناجح ولا فاشل؟ ناجح. نفاجأ في سفر القضاء بمأساة. ايه؟ نظام الكهنوت ماله؟ سقط، وقع. ونقرأ عن واحد رئيس كهنة كان في يوم من الأيام قلبه نار مولعة. مين؟ فنحاس ابن العزار ابن هارون الكاهن. يا حلاوة عليك يا فنحاس، أو مش حلاوة، يا خسارة. اللي كان قلبه مولع في سفر العدد ومسك رمح وطعن وأوقف الشر والله يقول عنه فنحاس، غار غيرتي. يعني بقي قلب فنحاس وقلب الرب مالهم متحدين من كتر الشركة. عارفين من كتر الشركة اللي حصلك مع الله ايه؟ متحد. فالله قال عنه غار غيرتي، يعني الغيرة في قلب الله تشوفها فين؟ قلب فنحاس. تدور عليه في سفر القضاء تلاقيه ماله؟ انهار. وحصلت أكبر مصيبتين في وسط شعب إسرائيل. قضية الست اللي زنوا معاها لحد ما ماتت، وراح الراجل صاحبها قطعها 12 حتة وبعت لإسرائيل. ها؟ وحصلت مصيبة داخلية في وسط شعب الله والله لسه ساكن. وحصلت المصيبة الثانية، بدأت الوثنية مالها تدخل عن طريق واحد من اللويين. دخلت الوثنية ودخلت الدعارة والزنا، وحصل بينهم الحروب الداخلية، وبدأ شعب الله يأكل في بعضه. راح الله قال لما الكهنوت وقع يبقى عمل ايه؟ أوقف نظام تاني. فبدأ الله يفكر في النظام التاني. النظام التاني شرحه في السفر اللي بعده، رعوس. مين رعوس دي؟ جاي من مؤاد. تتجوز مين؟ بوعز. ليه؟ عشان تخلف عبيد اللي يجي منه داود الملك. بدأ الله يفكر في إقامة نظام تاني اسمه نظام إيه؟ الملوك. طب الكهنوت؟ قال لا لا، ما الكهنوت ماله؟ وقع خلاص، مش قادر، مش قادر. فبدأ الله يفكر في نظام الملوك، ورتب لمجيء رعوس عشان خاطر وجود داود الملك اللي هيبتدي يرجع الشعب تاني لإيه؟ للشركة مع الله. والسفر اللي بعده صموئيل الأول، بدأ الله يعمل النظام الثالث. شكرا. ايه النظام الثالث؟ نظام الانبياء. واحده ست قلبها مكسور، اليمين حنه مش بتخلف، بتعيط وتبكي، وراحت لمحضر الله وقالت يا رب اديني ولد واديهولك. واداها الولد اللي اسمه ايه؟ صموئيل. ايه صموئيل ده؟ بدايه سلسله من الانبياء لم تنقطع إلى آخر نبي من أنبياء العهد القديم اللي هو يوحنا المعمدان. يبقى فيه كم نظام كده؟ ثلاثة، اللي هم مين ومين ومين؟ ها الكهنوت والملوك والأنبياء. بس الكهنوت لأنه وقع على أنه ما كانش أمين، عايز أقول حاجة، اللي مش هيكون أمين وهيقع الله يقومه، يقع والله يقومه، ويقع والله ما قوموش، يجيب غيره. عشان نكون فاهمين لازم نفهم كده، الله بيعمل كده. وقع، راح بدأ الله في تنظيم، في تأسيس النظام الثاني اللي هو الملوك، والنظام الثالث اللي هو الأنبياء. بس بيجي مين رقم واحد في المسؤولية؟
الملك ولا النبي ولا الكاهن؟ ها، في الأول كان الكاهن، بعد ما وقع بإيمين اللي الملك، وتحته مين؟ النبي، وتحته الكاهن. وإيه هدف الأنظمة الثلاثة؟ ها، السيادة على الشعب؟ أبدا. إيه؟ حفظ الشركة مستمرة، حفظ الشركة مستمرة، حفظ الشركة مستمرة. يقع الملك، مين يستلم فورا المهمة؟ النبي، الأنبياء. يقع ملك، يقع خاب، يبقى مين؟ إليا. عشان كده في سفر صموئيل الأول الله بيزيح شاول على جنب عشان يرجع مين؟ داود الملك الرائع. خلاص اتأسست الثلاث أنظمة. وفي سفر الملوك بنقرأ عن نشاط الأنبياء، في أسفار الأخبار بنقرأ عن نشاط الملوك. اللي بيحصل لحالة الشعب طالع نازل، ايه السبب؟ ايه السبب؟ ملوك ساقطين، يروح النبي فورا يعمل ايه؟ اللي في الوقت ده يطلع وياخد ايه القيادة ويرجع الشعب لمين؟ للشركة مع الله. فاكرين ايام أخاب؟ اتجوز واحدة ست، يا ساتر على الست دي، شريرة، وآسف آسف، شرها زاد إلى درجة الوقاحة. كانت بنت ملك صيدون وأبوها كان بيعمل البعل، فرح جابت الآلهة البعل، والسيئة الشريرة دي مش تعمل له هيكل لوحده، لا 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 لا، دي عملت ايه؟ جابته وحطته فين؟ في بيت الرب. مصيبتك سودة. ليه؟ ده مين ساكن في البيت؟ ده الله. وانت كده بتروحي تهيني بطريقة مباشرة علنية، الله مش هيسكت لك. الله الله حاضر، ان ما خليت الكلاب تاكل لحمك. ليه؟ ليه؟ لان الله بيغار على مجده. ورحت عملت حاجة وحشة قوي، قالت ما شاء الله عنده ملك ونبي وكاهن، انا هروح اعمل ملوك، انا مش محتاج اعمل ملك لان جوزي راجل، مش راجل، مش هقول الكلمة، وهي مسيطرة عليه، يبقى محتاجة ايه؟ كهنة، راح تعمل كهنة البعل، ومحتاجة انبياء، راح عملت انبياء ايه؟ البعل. عارفين عملت ايه؟ قلدت، عملت تقليد للنظام الالهي. يا الشريرة، خلوا بالكم موجودة لحد دلوقتي، تقليد النظام الالهي، خلوا بالكم شر رهيب. اتفقنا؟ وسقط أخاب، وسقط الأنبياء، وسقط الكهنوت، والملك ساقط لأنه ماشي ورا مراته. تمام؟ مين يظهر؟ اللي يشيل المسؤولية، إليا. إيه دوره؟ يرجع الشعب مين؟ إلى الشركة مع الله. وعمل قصة جبل الكرمل، وراح الشعب سقط لما النار جت من السماء وأكلت الذبيحة. وهتف الشعب، الرب هو الله، مش البعل، مش البعل. وتمر السنين ويجوا ملوك أقوياء يرجعوا الشعب للقوة الروحية، بعد كده يجوا ملوك أشرار، لحد ما جه مين؟ يوشيا. يوشيا عمل ايه بقى؟ ايه دور المكتوب في حياته؟ أرى وفهم، وأرى وفهم، وأرى وفهم، وفهم كذا حاجة مهمة. رقم واحد، أهم حاجة ليا كملك، ايه؟ بيت الله. راح جري على ترميم بيت الله. ادي اول حاجه عملتها الكلمه في حياه يوشيا. ايه؟ فهمته الترتيب الالهي، فهمته المقاصد الالهيه، فهمته الله ماشي ازاي. اي ملك لما يملك يجري على بيت الله ولا يجري على الحصون والسور والجيش؟ اي ملك يجري اوتوماتيك على ايه؟ على الجيش، مش كده؟ والحصون والاسوار بتاعه المدن والحاله الاقتصاديه، وا وا وا. الملوك اللي كانوا فاهمين صح، كانوا يعملوا ايه؟ اول حاجه يهتم بيها ايه؟ بيت الله، لانه عارف ايه خطوره وضعنا كشعب الله، ايه الروعه اللي فينا. احنا وحشين، روعتنا فين؟ مين اللي ساكن وسطينا؟ الله، الله ساكن وسطينا. عشان كده دي رقم واحد اللي عملتها الكلمة في حياته. فهم يوشيا ان انا في سلسلة، السلسلة دي بدأت فين؟
في سلسلة من الملوك. بدأت فين السلسلة دي؟ مع مين؟ مع داود. ومستمر السلسلة. والهدف مش أنا، الهدف مين؟ شعب الله. الكلمة فهمته، مش أنت الهدف يا يوشيا. عارفين لما نقعد قدام كلمة الله والله يباركنا ويفهمنا ما قصده، تبتدي تفهم الله يستخدمك لمين؟ لبركة شعبه، لخدمة شعبه. الله يستخدمك. أي نعم أنت مش ملك دلوقتي، تمام، لكن الله يستخدمك لخدمة شعبه. بصوا، هتكمل بسرعة الفكرة دي. وتمر الأيام ويسقط بعد يوشيا، سقط اللي جه بعده، والكهنوت سقط أو كان سقط، وراح الأنبياء كمان مالهم سقطوا. ونيجي لأيام رضية قبل السبي. اللي حصل؟ الملك شرير، الكاهن نجس، والنبي بيقول براحته، الناس تقول براحتها، أنبياء كذبة يقولوا براحتهم، يقولوا براحتهم. فرح الله عمل حاجة مهولة عشان نفهم القصة كويس ونفهم إيه دورنا دلوقتي من خلال المكتوب. إيه اللي حصل؟ رح الله قال لهم حاجة وحشة قوي، قال هسيب البيت وامشي. عارفين الكلمة دي؟ لو قالها راجل لمراته تعمل إيه؟ كلمة صعبة، أو حد يقولها لمراته، ولا اوعى تقوليها لجوزك. رح الله من كتر ما غازوه رح قال لهم ايه؟ هسيب البيت وامشي. رح عملها، عمل ايه؟ ساب البيت ومشوا ومالوا، رح فين؟ رجع السماء. والبيت اللي حصل له، اقرا كلمه مؤلمه يكتبها الروح القدس، واحرقوا بيت الله. يا خساره. أنا متهيألي الروح القدس هو بيقود، كاتب سفر الأخبار يكتب الكلمة دي. أنا متهيألي الروح القدس كان دموعه نازلة، ملهوش جسد، لكن أكيد كان حزين. وأحرقوا بيت الله. والله عمل إيه؟ رجع فين؟ رجع السماء. وبدأت حاجة اسمها إيه؟ السبي. الله ساكن على الأرض؟ لا. رجع فين؟ رجع السماء. وعشان كده من ساعة ما تم السبي الله بقى اسمه إله السماء، بعد ما كان اسمه في الأول إيه؟ سيد كل الأرض. مالها سيد كل الأرض دي؟ مالها؟ خلاص وقفت. ونقرأ في الأسفار بتاعة السبي الله اسمه إيه؟ إله السماء. نحم يقول إيه؟ إله السماء. وعذر يقول إله السماء. إيه ده؟ فينه؟ فينه؟ رجع فين؟ السماء. رجعوا من السبي عملوا إيه؟ أهم حاجة يعملوها، ها، تتوقعوا شعب الله أهم حاجة يرجع من السبي يعمل إيه؟ يبني البيت مرة تانية. طب بعد ما يبني البيت أهم حاجة يعملوها يرجع إيه؟ الأنظمة. ففعلا رجع زروبابل ابن شألتئيل، أدي النسل الملكي، ورجع مع مين؟ يهوشع الكاهن العظيم، أدي الكاهن، ورجع مع الأنبياء اللي هما مين؟ حجاي وزكريا وملاخي. إيه ده؟ رجعين يعملوا إيه؟ رجعين يرجعوا الشعب تاني لإيه؟ للشركة. رجعت الشركة وبعد كده مالها؟ مالها؟ اتوضعت تاني بصورة رضية جدا، للدرجة رح الله حاش عيلة داود من على العرش خالص، ولهم عقوبة جديدة. ايه؟ عيلة أدوم هي اللي تملك، وجم واحد ملك شرير اسمه ايه؟ هيرودس. طب ايه أخبار الكهنة؟ قيافة وحنانية، حدث ولا حرج، مصيبة سودة، صدقين لا يؤمنوا بالقيامة. وإيه أخبار الأنبياء؟ الله ماله؟ بطل يتكلم من ملاخي لحد متى، 400 سنة اسمهم سنين إيه؟ الصمت. ليه الصمت؟ لأن الله ماله؟ زعلان. بس الله قال حاضر، آخر فرصة، آخر فرصة يا إسرائيل، ها، هبعت لك أحسن ملك، أحسن نبي، أحسن كاهن، ده مفيش زيه. مين؟ متى؟ لاسمه القدوس. إيه متى ده؟ المسيح أروع ملك. إيه مرقص ده؟ المسيح النبي الخادم اللي معاه كلمة الله. إيه لوقا ده؟ المسيح الكاهن. إيه يوحنا؟ بيقول ده مين ده؟ ده الله المتجسد، الكلمة صار
جسدا. ولما بيه انسان اشتغل التلات وظائف دول. يلا بقى يا شعب اسرائيل هترجع لايه؟ للشركه. ها؟ وفضل المسيح يخدم كملك ونبي وكان في وسط شعبه. اللي حصل؟ ها؟ هدوا البيت بايديهم. المره دي كان مين البيت؟ هو قال لهم انقذوا هذا الهيكل. المره دي جه الله من السماء، بس مش كانش ساكن في بيت، كان ساكن فين؟ ها؟ جسد. عملوا ايه؟ هدوه، نقضوه، قتلوه وصلبوه. عمل ايه؟ قام، راح عمل ايه؟ ورجع السماء. كفاية يا رب ما تجيش مرة تاني، كفاية. لو انت مكانه ها تيجي تاني؟ عشان قلوبنا شريرة ما نعملش كده. 10 أيام والله جه تاني من السماء، يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يأسس البيت مرة تاني. ياه على طول باله وحبه وحنانه ورحمته، راح أسس البيت من جديد. بس عمل ايه في اسرائيل؟ قال اسرائيل انتوا تركنوا على جنب شوية بقى، ها؟ انا هأسس بيت جديد. اسمه ايه البيت ده؟ الكنيسة. ايه احنا؟ ايه الكنيسة دي؟ بيت الله فين؟ على الارض. الله لسه الله ساكن على الارض. فين؟ في وسطينا ولا فينا؟ فينا. تخيلوا فينا. عشان كده يوشيا فهم من المكتوب دور بيت الله. نقعد قدام الكتاب وندرس الكلمة هنفهم أهمية وضعنا في الأرض باعتبارنا بيت الله، كنيسة الله الحي، عمود الحق، قاعدة الحق. ايه أهمية وجود الله ساكن على الأرض في وسط شعب إسرائيل في العهد القديم؟ نشر معرفة الله في كل الأمم. كرازة، كرازة. المفروض الشعب ده كان يشتغل كرازة في وسط مين؟ في وسط الأمم. شوفوا المزمور يقول ايه؟ مزمور بيرنموه، احمدوا الرب، ادعوا باسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، غنوا له، نادوا له، عرفوا بين الأمم. أدي دور، أدي دور بيت الله على الأرض، الشهادة لاسم الله الحي وهو على الأرض. يعني بقية الأمم غرقانة فين؟ وثنية، وثنية، وثنية. نفس القصة، ما زالوا الأمم غرقانين في الوثنية. وإيه شغلانتنا ككنيسة؟ ها؟ ليه الله ساكن فينا؟ عشان خاطر يخلي باله من العيال، ويخلي باله من البيت، وعشان خاطر يشفيني من الأمراض، وعشان خاطر نشغله عندنا الخدام بتاعنا. عارفين شعب الله بقى عامل ايه؟ بقى نخلي مين الهدف؟ احنا. ايه دور الله؟ ايه دوره؟ يخدم علينا. اصل احنا محتاجين فلوس، ادينا فلوس. طب وحد مرض نصلي له. طب حد يروح يصلي بالدموع عشان خاطر الكرازة بالانجيل. لا لا لا، دي حاجة ما تهمناش. الله 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 الله. يبقى انت فاهم حاجة في المكتوب ولا مش فاهم؟ انت مش فاهم. يوشيا فهم تواصل الأسفار الإلهية بتحكي عن مركزية بيت الله ودور البيت في الشهادة لإسم يهوى في وسط الأمم الوثنية، وعمل الدور بتاعه. لو حضرنا المؤتمر ده وفهمنا الكلام ده ورجعنا زي ما احنا، تتوقعوا الله يعمل ايه؟ يطبطب عليكم ويقول لكم ولا يهمكم يا شعبي، عيشوا لزواتكم ولا يهمكم. توقع الله يعمل كده؟ لا. أنا عارف الله مستحيل يعمل كده. مش بيسكت، مش بيسكت. والمنطقة بتاعتنا الله ساكت ولا مش ساكت؟ الله مش ساكت. بيعمل ايه؟ بيقلب المنطقة. ليه؟ ليه؟ اصحي يا كنيسة، يا بيت الله، ارجع لوضعك. عمود الحق. كلمة عمود الحق، فاكرين يكين وبعز؟ العمودين دول ما كانش البيت مبني عليهم، لا، كان العمودين دول قدام البيت. فكده دول سند البيت؟ لا، دول ايه؟ محطوطين شهاده. فده معنى كلمه عمود الحق. اوعى تفتكر ان الحق مبني علينا. لا 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 لا، الحق مبني علينا كان ضاع من زمان. ده احنا فقط ايه دورنا؟ الشهاده للحق، الشهاده للحق. فهم يوشيا اول حاجه وخطوره ومركزيه بيت الله على الارض. ثاني حاجه، أهمية الكلمة في حياة يوشيا، وده اللي قاده لتوبة. كلمة توبة
في اللغة اليونانية كلمة مهمة قوي، ميتانيو، ماتونية يعني ما بعد التفكير. متى يعني ما بعد، دايما نسمع كلمة اسمها ميتافيزيكس، يعني أنا عايز أقيس التيار الكهربائي اللي موجود في الفيشة دي، أعمل إيه؟ أجيب أفوميتر وركبه على السلك يقيس لي شدة إيه؟ التيار. دي فيزيكس، فيزياء، مش كده؟ طيب كام ملاك حاضرين معانا في الاجتماع؟ عندي جهاز يقدر يحسب عدد الملائكة اللي حاضرين معانا في الاجتماع؟ ما عنديش. ليه؟ لأن دي ميتافيزيكس. يعني ايه ميتافيزيكس؟ ما وراء الفيزياء، ما بعد الأمور اللي يسهل كسر كده. طيب كام شيطان حاضرين في الاجتماع؟ برضو ما نعرفش. موجودين؟ والملائكة موجودين؟ طب كام واحد؟ ما نعرفش، ما عنديش جهاز يقيس، ما عنديش. فاهمين الفكرة؟ ما فيش أجهزة تقيس الكلمة. ده معنى كلمة زيها ميتافيزيكس، زيها كلمة ميتانيو. توبة يعني ميتانيو، يعني ما بعد التفكير. يعني تسمع كلمة الله، لا، هتروح البيت وتقرأ كلمة الله وتيجي تعمل ايه؟ تفكر. والقرارات اللي هتاخدها بعد التفكير هي اللي هتعبر عن التوبة. يوشيا سمع كلام سفر الشريعة، عمل ايه؟ ملك يا جلالة الملك، عمل ايه؟ ليه يا يوشيا؟ اسمع، فكر. الله بيقول لشعبه لو استمرتوا في الانحطاط الروحي هعمل ايه؟ هطبطب ولا هضرب؟ هضرب. راح عمل ايه؟ فهم من سفر الشريعة ان الله هيعمل ايه؟ هيضرب. راح عمل ايه؟ مزق ثيابه. يا ترى من ضمن الحاجات اللي ساعدته انه يتوب، عارفين ايه؟ التمسك الشديد بالكلمة. بصوا الكلمات دي، هقراكم بعض الكلمات. عدد 19 أخبار أيمن الثاني 34-19، فلما سمع الملك كلام الشريعة مزق ثيابه. 2 اللي قال وراها، عدد 21، ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب. العدد اللي بعده 22، أرسل الناس إلى خلد النبي. عدد 29، وقرأ في أذانهم كل كلام سفر العهد. عدد 32، رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه ليعمل كلام العهد المكتوب. أصحاح 35 عدد 4، وأعدوا بيوت أبائكم حسب فرقكم، حسب كتابة داود ملك إسرائيل وحسب كتابة سليمان ابنه. وبعد كده عدد 6، واذبحوا الفصح وتقدسوا وأعدوا خطكم ليعملوا حسب كلام الرب عن يد موسى. الرجل ده ماشي إزاي في حياته وقراراته الملوكية وحكمه للمملكة؟ ماشي إزاي؟ عمل حاجة مهولة، التمسك بالمكتوب. بيعمل إيه؟ التمسك بإيه؟ بالمكتوب. في آية جميلة في تيموثاوس الثانية 1، مش فاكر، تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة. كلمة تمسك في اللغة اليونانية يعني احكم قبضتك. يعني اعمل إيه؟ يوسف تعالى من فضلك، شد المايك مني. قول. قدر؟ لا، كان ممكن يشدني وقعني، مش هسيبه من ايدي. دي معنى كلمة ايه؟ تمسك. يعني ايه تمسك؟ احكم قبضتك على ايه؟ على ايه؟ على كلمة الله. احكم قبضتك على كلمة الله. هوذا تخت الملك سليمان، حوله 60 جبارا من جبابرة البأس، نشيد 3 يمكن، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. السيف جاهز، مش السيف الجراب، السيف ايه؟ جاهز.
قاعد الراجل سهران حوالين سرير الملك سليمان الجبابرة دول مالهم مسكين قابضون سيوفا. يعني السيف فين؟ في ايده. شدوا منه ما يقدرش. لما بيجي الشيطان بطرقه المتنوعة يشد الكلمة منك، ايه اخبارك؟ بيشدها ولا انت؟ يوشيا كان ماله؟ ماسك في الكلمة. عشان كده كل ما يجي يعمل حاجة يقول لهم حسب كلام العهد، حسب كلام السفر، حسب كلام كتاب داود، حسب كلام شريعة الرب عن يد موسى. في ايه؟ في ايه؟ قابض على الكلمة. ايه اخبار قبضتك على الكلمة؟ زمان كنا بنقعد نحفظ اسفار ونسمع على بعض. امبارح كنت مع شباب في مؤتمر وعلى سادة اجتماع، قلت لهم واجب ايه؟ حفظ رسالة روميا. صم مرة في مدينة من المدن كنت بعمل كده، ولقيت ولد شاب رائع، انا بكيت لما شفت اللي عمله. هو كان مسؤول عن سايبر، فهو مش بيقدر يحفظ. قال لي مش بقدر احفظ يا اخي سامح. راح عمل ايه؟ عارفين بدأ يعمل ايه؟ بدأ ينقل الاصحاح بخط ايده، بينقل كل اصحاح 30 مرة. فبعد ما نقل الاصحاح بخط ايده 30 مرة ماله؟ حفظه. حفظ روميا بالطريقة دي. يا بيعمل ايه ده؟ بيعمل ايه؟ احكم قبضته. اللي هيعمل كده ايه اللي هيحصله روحيا؟ اولا التوبة اكيد هيتوب. ليه؟ لان وانت بتقرا الكلمة وبتفهم وبتذاكر وبتصلي وبتلهج عمالة تفكر 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 وتاخد قرارات. متى نقو؟ ايه اللي هيحصل لك؟ هتلاقي طرقك مالها؟ بتتغير، بتتعدل، اساليبك بتتعدل. تمسك بصورة. كلمة صورة كلمة جميلة جدا في اللغة اليونانية، أحب أقولها لكم. كلمة مقصود بها هيكل، بناء، مخطط. يعني إيه؟ يعني افهم المنهج. عارفين كلمة الله دي عبارة عن إيه؟ إيه؟ منهج. افهمه. فاهم الحقائق الخلاصية؟ فاهم التبرير والولادة الجديدة والتبني والتبناني؟ فاهم؟ فاهم يعني أنت ابن؟ طب فاهم يعني انت ابن؟ وفاهم المسيح ابن؟ يا ترى ده نفس نوع البنوه؟ طب فاهم يعني انت اتبررت؟ طب فاهم الضمان الابدي؟ وفاهم يقين الخلاص؟ طب وفاهم الاخرويات المختصه بمجيء المسيح؟ فاهم مجيء المسيح الثاني؟ طب وفاهم دور الروح القدس في الكنيسه؟ وفاهم فرق الكنيسه واسرائيل؟ وفاهم عندك رسائل بولس؟ وفاهم وفاهم وفاهم. طول ما انت بتدرس وبتفهم انت بتعمل ايه؟ بتمسك بايه؟ بالمنهج. بالمنهج. تشبيه جميل عن كلمة الله في مزمور 19، إن الكلمة أحلى منين؟ من العسل وإيه؟ أطر الشهاد. تعرفين الشهد مش كده؟ إيه الشهد؟ مش هو العسل؟ قرص العسل. عسل أنت، قرص العسل. عارفين الكتاب المقدس ده إيه؟ إيه؟ قرص العسل. يعني تمسك بصورة الكلام الصحيح. يعني امسك القرص. لان كلنا متعودين نعمل ايه مع العسل؟ ها؟ تاخد لك معلقه لحسه. عارفين كلمه لحسه؟ ها؟ كلنا بنحب، فاهمين؟ كلنا بنعمل كده. انت متعود تمسك القرص؟ لا. الشهد يقطر. يعني ايه؟ يعني انت قادر تمسك القرص اللي هو كلمه الله، معناها انت احكمت قبضتك على صوره التعليم الصحيح. ولما تميل القرص ده هيعمل ايه؟ هيقطر ايه؟ عسل. اغلبيتنا مش ماسك القرص. اغلبيتنا بياخد شويه قطر. يقول لك تاخد قطر؟ يعني تاخد شويه معلقتين عسل تحطهم؟ اه متعودين على كده. لكن الكتاب بيقول لنا ايه؟ بيقول لك ايه؟ تمسك بايه؟ مش بالكلام الصحيح. تمسك بصورة الكلام الصحيح. يعني امسك المحتوى كله، امسك المنهج كله. فاهم وحدانية الله الجامعة، وفاهم لاهوت وناسوت المسيح، وفاهم عن الروح القدس، وفاهم عن المجيء التاني، وفاهم عن الكهنوت، وفاهم عن دور المسيح في الأربع أناجيل، وفاهم وفاهم وفاهم. يبقى أنت ماسك إيه؟ القرص. إيه رأيكم في يوشيا؟ كان ماسك القرص؟ آه. وخلى الشعب كله يعمل إيه؟ حسب كل، مش حسب بعض ما هو مكتوب، حسب كل ما هو
مكتوب. ثالث تعليق هقوله عشان خاطر وقتنا خلص. فهم من المكتوب خطورة وضعه. أرى السفر وأرى كله، ما أرلوش أصحاحين ثلاثة. أرى إيه؟ أرى سفر شريعة موسى، ها؟ وفهم حاجة خطيرة، فهم الله يعمل إيه؟ هيضرب، وراح شق هدومه، وراح فورا لأنه فاهم صح، ففهم دور بقية الناس اللي شغالين معاه. هو أنا لوحدي ولا في ناس تاني؟ أنا لوحدي ولا في ناس تاني؟ في ناس تاني، في أنبياء. جلالة الملك قال لا أنا مش لوحدي، ده أنا معايا فريق رائع منين؟ من الكهنة والأنبياء. وراح بعت للنبية الموجودة في الوقت ده، كانت مين؟ خالدة النبية. ولما كلمة الله وصلت له شعر بالرعب الشديد. ليه؟ قالت له الله هيضرب بس لأن قلبك رق، ولأنك تواضعت ومزقت ثيابك. الله بيقولك حاجة، إيه؟ القضاء مش هيجي في أيامك. معنى كده كان إيه اللي يحصل؟ القضاء كان هيجي في أيامه. راح عمل إيه الراجل ده؟ عمل حاجة خطيرة جدا، أجل القضاء الإلهي. ياه، إيه ده؟ ممكن القضاء الإلهي يجي في أيامنا وإحنا نعمل فيه إيه؟ نقول له تعالى بالإهمال والكسل وعدم التوبة. وممكن بانكسار القلب نخلي القضاء ماله يتأجل. لأن على فكرة القضاء جاي عن مسيحية، جاي القضاء، عارفين انه جاي. والسنتين ثلاثة أربعة خمسة اللي فاتوا الله عمل يعمل ايه؟ عمل يحذر. معنا اخوة احباء من لبنان، لبنان على شفا خطورة جديدة، اللي يفهم الوضع. واحنا جه الخطر وماله وتأجل. او حد يفهم انه مشي؟ لا 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 لا، دي لسه هتقلب حمام دم. كلمة الله بتقول كده. طبعا ده مش تنبؤ، او حد يعتقد ان احنا بننبأ. مفيش انبياء دلوقتي ومفيش رسل، لكن احنا بنقول اللي فاهمينه من كلمة الله. فهم ان القضاء جاي، بتوبته عمل ايه؟ فهم خطورة وضعه. فهم، يا ده انفضح حساس. ها هتعمل ايه؟ لازم الكل يتوب. جاب كل الشعب، جاب الكهنة، كله يطلع على الهيكل وكله يسمع كلمة الله وكله ينكسر قدام الله وكله يتوب. اللي حصل؟ تم تأجيل القضاء. فهم خطورة وضعه. أحبائي لازم نفهم خطورة وضعنا. السنين اللي احنا فيها دي مش زي العشرين سنة اللي فاتوا، لا مختلفين، صح؟ ولا هم ولا الأيام زي ما هي؟ الأيام زي ما هي؟ لا، في اختلاف شديد. لازم نفهم خطورة وضعنا، لازم نرجع على مخادعنا، ولازم نتكسر قدام الله. قال بولس لتيموثاوس أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح. وكلمة أناشدك دي لما رجعت ليها في اللغة الأصلية اتخضيت. شكرا يا حبيبي، ما تقلقوش من نهر النيل. هو لا يتوقف عن الجريان، فسيبكم منه. أناشدك معناها أستدعيك. بصوا الكلمة مش معناها من فضلك يا تيموثاوس، مش من فضلك، مش عشان خاطر يا تيموثاوس، لا 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 لا، مش كده. أناشدك أستدعيك للمحكمة على يد محضر رسمي، ضبط وإحضار. أستدعيك للمحكمة على يد محضر رسمي. هتيجي تقف قدام مين؟ الله والرب يسوع المسيح. الواو في اليوناني تمشي واو أو تمشي الذي هو. فأناشدك أمام الله الذي هو مين؟ الرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. يا تيموثاوس وضعك خطير، بستدعيك أمام الله على يد محضر رسمي
هتقف أمام الشخص اللي عتيد أن يدين الأحياء والأموات، الذي وجهه يضيء كالشمس في قوتها وعيناه لهيب نار ورجله شبه النحاس المحميتان في الأتون، لأن ده منظر المسيح القاضي رؤية واحد. ومن فمه يخرج سيف ماض ذو حدين، وشعره ورأسه أبيضان كالصوف الأبيض كالسلك، ياتي مساوس لا تهاون لا كسل لا تراخي، في خطورة جدية احترام مهابة خوف. ليه؟ ليه؟ اكرز بالكلمة، اعقف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ انتهر عز. ليه مالك يا رسول بولس مشدود؟ يقول خلاص جه الوقت اللي فيه الناس حابين الحق ولا حابين الخرافات. ايه رأيكم في الناس دلوقتي حابة ايه؟ خرافات. لانه سيكون وقت مالهم لا يحتملون الحق، لا يحتملون التعليم الصحيح. هيعملوا ايه؟ هيجيبوا ناس على مزاجهم، والناس دي اللي هم الشعب ده ودن وكلاه، فعايز واحد يعمل ايه؟ يهرش له ويريحه. عارفين لما الاطفال تكون ودن وكلاه، الماما اهرشيلي، فمامته تعمله ايه؟ تعمله كده، ايه اللي يحصل للولد؟ يرتاح. فالناس يدوروا على معلمين يجيبوهم يعملوا لهم ايه؟ يحك له ودنه. يعني يحك له ودنه؟ يعني يقول لك الكلام اللي راح، يقول لك ما تخافش، ده بكره خير وبكره بركه وبكره كذا وكذا، وانت عظيم وانت 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 بكره جاي السيف. فلو خلي بالك لا يحتملون التعليم الصحيح، يصرفون مسامعهم عن الحق. يصرفون مسامعهم، دي الفعل مبني للمعلوم في اليوناني، يعني بإرادته يبعد عن الحق، وراها ينحرفون إلى الخرافات. ينحرفون الفعل مبني للمجهول. يعني مبني للمجهول؟ يعني في واحد هيلوي دراعك ويسوقك على الخرافات، فأنت تصرف مسامعك عن الحق براحتك بمزاجك، تهمل الكلمة، تهمل الدراسة، تهمل القعدة في المخدع، أوتوماتيك كلها شهرين ثلاثة أربعة سنة هيجي لك واحد يقول لك إيه؟ خرافة، ويروح لوي دراعك، وأنت تصدق إيه؟ الخرافة والخرافة اللي وراها واللي وراها واللي وراها، وهكذا انحرفت إلى الخرافات. باي باي، ضعت ضعت. يوشيا ما كانش كده، يوشيا متمسك يحكم القبضة على المكتوب، عشان عارف على فكرة ده متربي في زمن مليان خرافات. أبوه إيه أخباره؟ أمون. يا ساتر يا رب على الأب زي كده، ده مصيبة سودة. أنا بشكر الله من أجل الآباء والأمهات دايما اليومين دول، كنا ببص على ولاد كده طالعين حلوين متربيين وعندهم كلمة الله وعندهم الإيمان، واكتشف إن إيه اللي حصل بسهولة، الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا فين؟ في جدتك ليس أمك ابنيك ومكر أنه فيك. إذا إيه حصل للآباء اللي ربوا الولاد؟ لكن يوشيا ما كانش كده. يوشيا من أبوه أمون، ومن جده يا ساتر يا رب منسى. ده لأجل خطايا منسى الله مش قادر يرجع عن قراره القضائي. هو ماله؟ طلع بيحكم قبضتي على الحق. آخر حاجة، آخر حاجة، تأثير الكلمة في حياتي يوشيا للتوبة. إيه رأيكم في ظروفه؟ شوف واحد أبوه اسمه أمون، ملك سنتين، عمل الشر في عيني الرب كما عمل منسى أبوه، وذبح أمون لجميع التماثيل التي عمل منسى أبوه عبدها، ولم يتواضع أمام الرب. ده أبوه. جده منسى. الأنبياء فين؟ مش بنسمع عن غير عن واحدة ست اسمها إيه؟ خلد النبي. أرميا كان موجود. ايه اخبار الكهنوت في الوقت ده؟ اقرا ارميا 5 وانت تفهم. ايه اخبار الشعب في الوقت ده؟ في حاله انحطاط روحي. تتوقع ان الولد ده اللي سنه 8 سنين بسبب ظروفه يعمل ايه؟ يطلع ايه؟ ضايع. الولد ده طلع راجل، ما طلعش ضايع. يبقى اذا ركزوا معايا في اللي هقوله، الظروف هي اللي بتحدد اللي هتعمله؟ لا صراحة، اوعوا نعتقد ان الظروف هي التي تصنعنا. لو الظروف هي اللي بتصنعنا يوشيا ده يطلع خربان،
يوسف يطلع خربان. صموئيل ده متربي في الهيكل، الكهنة في الهيكل بيعملوا ايه؟ مع النساء في باب خيمة الاجتماع، يعني شر مفيش بعد كده. ايه اخبار تيموساوس؟ كان المفروض يطلع ايه تيموساوس؟ قال له اعلم هذا انه في الايام الاخيرة تأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكون محبين للذات، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين. لا لا لا، المفروض يطلع إيه ده؟ يطلع ضايع. طلعوا ضايعين؟ لا لا. ليه؟ تأثير الكلمة في حياتك يخليك تمشي عكس الظروف، عكس الظروف. الظروف مش كده، أنت متمسك بالكلمة إيه اللي هيحصل؟ هتمشي العكس. بل عارفين هتحصل حاجة جميلة؟ إيه؟ انت هتأثر في الظروف. عارفين يعني انت هتأثر في الظروف؟ كان واحد من الكتاب الحلوين يقول المؤمنين لإما ترمومتر لإما ترموستات. ماله الترمومتر؟ الحرارة تعلى يعلى، الحرارة تهبط يهبط، فبيتأثر بالظروف. ماله الترموستات؟ الحرارة تنزل يرفعها، الحرارة ترفع ينزلها. يعني بيعمل ايه؟ بيسيطر على الظروف. المتمسكين بكلمة الله يوشيا لتبت وتمسكوا بالكلمة. ماله؟ هو اللي غير الظروف ولا الظروف غيرته؟ هو اللي غير الظروف. تأثير كلمة الله في حياتك يخليك تعمل ايه؟ انت تغير ظروفك. طبعا مش بقدرتك، احنا كلنا فاهمين كده، ده كل ده بسبب عمل الله من خلال حياتك. مش بس كده، ده انت تبتدي تأثر على الآخرين المحيطين بيك. انت تتوب وتلاقي المحيطين بيك مالهم بيتوبوا. انت بتحب الكلمة تلاقي اللي حواليك مالهم بيحب الكلمة. جرب انك تلتزم. هقول لكم على حاجة في حياتي وشية لم يحد عنها يمينا ولا يسارا، حاجة مهمة جدا اسمها الانضباط. يعني الانضباط الالتزام التام باللي بعمله. عندي كل يوم قاعدة قدام الكلمة أنا منضبط. يعني منضبط؟ يعني كل يوم قاعدة قدام الكلمة، كل يوم. يوشيا كده لم يحد يمينا ولا يسارا، مع أن العالم كله حواليه ماله في حياة. أمين يا أحبائي. رقم واحد، تأثير الكلمة في حياة يوشيا وفي حياتك، تفهم مقاصد الله، فكر الله، فهم مركزية بيت الله. اثنين، احكم قبضتك على الكلمة. يوشيا كان كده. ثلاثة، فهم خطورة وضعه، فهم انه واقف قدام يهوه، قدام أدوناي، قدام شداي، قدام إله ديان قدوس. فهم خطورة الأمر، نفهم خطورة وضعنا. أربعة، الظروف هي اللي بتعملنا. اوعى تتحجج اصل انت يا اخت سامح ما تعرفش. لا اعرف. تعرفش اصل ظروف العيله وظروف البيت، فخلي بالك ظروف المعيشه وظروف وظروف، كل دي الحجج الفارغه اللي تعلمناها من العلم الكاذب الاسم، اللي خلتنا نتحجج ونقول ايه؟ نقول ايه؟ الظروف. اكلت من الشجره المرأة التي جعلتها معي هي السبب. أكلت يا حواء الحية لا عذر. تعالوا ننحني في الصلاة، تعالوا نقف مع بعض. نغمض عينينا. أنا عارفكم تعرفوا تصلوا وأنتم مفتحين عينيكم، أنا عارف، وممكن تصلي وانت فتح عينك، ده حقيقة. بس عارف تغمض عينك ليه؟ عشان خاطر شوف بعد ما سمعت كلمة الله وسمعت أربع أو خمس نقاط وحضرت فرصة ترنيم وكان في اجتماع في الصبح وكان في اجتماعات الثلاث أيام اللي فاتوا، ها فكر هتعمل ايه؟ خد قرارات دلوقتي، خد قرارات دلوقتي. هنغمض عينينا كلنا، مش عايزك تصلي وبس، خد قرارات، خد قرارات. هتعمل ايه وانت في المؤتمر؟ هتعمل ايه؟
هتعمل ايه مع الكلمة؟ ده اللي الله بيكلمك فيه في الخدمة دي، هتعمل ايه مع الكلمة؟ امين. تعالوا واحنا في محضر الله انحني قدام الرب، قول له يا رب رخيت ايدي، رخت على التمسك بالحق، قالت له كده امسكته ولم ألخيه، وبعد اصحاحين رخت كانت نايمه، قول له يا رب ايدي رخت. اسال نفسك، غمض عينك، ما تبصش هنا، ما تبصوش هنا، هنا ناس عاديين، سيبكوا منهم، ركز في صلواتك عشان خاطر لو هتتوب معناها لازم تفكر وتاخد قرار، لو لا فكرت ولا خدت قرار خلاص ده مؤتمر بقى عليك والكلمة سقطت ومش هتجيب نتيجة في حياتك. فكر فكر. رجعني ليك من كان اختار تكون إله للنسوة واخد قرار من كلمتك وعشرة ضد الضلال رجعني انت نختار تكون إله للنسوة وإن كلك وعيش ولو ضد الطريق آسف لأني ما قلتش لك على كل مرة أنا بعتلك حق ونسيت مكان ورجعت تاني من الخطية أنا قلبي ما قلتش لك على كل مرة أنا بعتلك حق ونسيت مكان ورجعت تاني من الخطية أنا قلبي رجعني ليك إن أنت أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو بتزيد ضياع وسط لما واخد قراري ما فيش حصار